السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواني أحبائي أعزائي في كل مكان. أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. تنشكر من أعماق أعماق قلبي جميع الناس اللي داروا التعليقات في الفيديو ديال البارح، التعليقات الجميلة، وجميع الناس اللي شاركوا والتحقوا بالعائلة ديالنا في القناة الثانية بطبيعة الحال أخبار الهجرة والمهاجر، تنشكرهم جميعا. ولو أن يعني زعما ما كانش واحد الهجوم يعني على ديك القناة بالشكل يعني اللي كنت نتمنى. شفت بأن الفيديو شافوه أكثر من 8000 ديال البشر، يعني ما حتى ديك 1000 ديال البشر ما شاركوش، يعني شافوا الفيديو ولكن ما شاركوش للأسف. ماشي مشكلة، تتمنى اللي ما شاركش مازال غادي نخلي عاوتاني اللينك ديال القناة الثانية باش يشارك فيها، باش تعطيونا تحفزونا باش أننا نبقاو يعني تبقى ديك الاستمرارية، ويبقى الإنسان يبحث يعني على الأقل تكون واحد يعني مقابل منكم أو كجميل منكم للقناة بطبيعة الحال، تدعموها وباش تزيد قدام، لأن لما كانش الدعم ديالكم راه ما يمكنش أننا غادي نبقى ندير الفيديوهات بصراحة، لأنك تشوف الظروف تمارة على والو، يعني ما كاينش تجاوب يعني بشكل كبير. يعني 8000 ديال البشر اللي شفت تقريبا لحد الساعة شفت الفيديو ديال البارح، يعني ما دخلتش منهم حتى 1000 ديال البشر ما دخلتش القناة الثانية. ماشي مشكلة، ربما إنسان تنسى، ربما المهم ما عليناش، إنسان تستافد، تدخلتي لواحد القناة تستافد منها، على الأقل يكون واحد الدعم لكم يعني بالاشتراك بنشر الفيديوهات. الشيء اللي غادي يخليني انني قديما نبحث، يعني ما غاديش نعيا انني نقلب لكم على الاخبار اللي غادي تفيدكم بطبيعه الحال. المهم فضلا لا امر المساله، يعني تنطلب منكم ثانيه مره ثانيه انكم تشاركوا في القناه الثانيه اللي ماشي هي هذه القناه الاولى ابرام وشعيب بلوكس. القناه الثانيه هي اخبار الهجره والمهاجر. بعد الفاصل ونواصل. السلام عليكم من جديد. الموضوع هو ديال النولا اوستا ديال لافوروس بورديناتو، كما كتعرفوا او يعني العمل المرؤوس، رخصة العمل المرؤوس او العمل المتبوع. المهم على اي بزاف ديال المعاني تقدروا تقولوا على سوبورديناتو، المعنى ديال سوبورديناتو، سوبورديناتو تقريبا بحال قلتي المرؤوس، العمل المرؤوس. ما عليناش، النولا اوستا ديالها يعني الرخصة ديال العمل تجي اللي هي هذه الورقة هذه اللي تشوفوها. بطبيعة الحال البيانات الشخصية ديال الناس اللي دفعوا الطلب وديال السيد اللي جاتو ما غاديش نبينها، مهم لأن مسائل شخصية بطبيعة الحال، وما خديتش الإذن باش أنني نبينها، لذلك مسحت جميع المعلومات الشخصية ديال الناس سواء ديال الشركة وديال الشخص في يعني في الشخص ديالها اللي دفع هاد النولة أوسطى، ولا كذلك لابوراتور يعني العامل اللي جاتو في سميتو المغربي. بطبيعة الحال كما تشوفوا لا دات راهي تشوفوها 6 شهر 5، يعني في ماجو راه هو دابا راه 20 يوم راهي دازت تقريبا على هاد الورقة هادي، يعني صافي غادي يدوز كما راه هو مكتوب تشوفوه بأنه يدوز السفارة الإيطالية في المغرب، وصافي يقدم لهم يدي الباسبور ديالو المسائل ديالو. مازال غادي نهضر مع الأخ هذا اللي جاتو النيت هذا نولا أوسطا، وغادي نهضر مع أجدار فين وصلت القضية ونشوفوا شحال ديال الوقت عاوتاني غادي تعطل. يعني كما قلت لكم انا شي اخوان كنت سولت على واحد الاخ كان قال لي اسبوع 15 يوم مهم خرجت لهم النولة الاوسط من الناس ديال 2018، هذه كما تشوفوها هي راه ديال 2019 وخرجات وحدين اخرين تما 2019، ماشي هذه هي اول وحده. المهم على اي لحقاش بزاف كانوا لي لا جيب لينا وقول لينا، وبغينا عباد الله تبغيو تاكدوا من حقهم يعني باش يحيدوا ليطمئن قلبي كما تنقولوا، ما كاين حتى مشكل. لذلك جبت هاد النولة الاوسط وماشي بعيد نقدر نتلاقى مع الاخ هذا اللي جات منه الاوسطى، وغادي مازال نتلاقى معاه ولا نتكلم معاه نتصل به باش يقول لي فين وصلت القضيه، اش دار في المسائل ديالو، وان شاء الله غادي نتسناو باش نشوفوا امتى غادي تخرج ليه يعني الفيزا ديالو باش يخرج. كما تشوفوا هذه نولا اوسطى فيها عقد العمل سوبورديناتو لمده ديال 90 يوم، فيعني 3 شهور. المهم يقدر يمشي، المهم بنادم يمشي بعدا تما وحل المولانا، يقدر في ذاك الشهر الاول يقلب كونترا اخرى وعاود يدفع، راه ما كاينش مشكل. وراه هاد الورقه هادي النولا اوسترا بمثابه يعني بيرميسو سيجور، من غادي تمشي بها تمايا راه بمثابه بيرميسو سيجور، وغادي بطبيعه الحال الاجراءات معروفين، غادي تمشي للكويستورا تمايا توصل البلاصه ديال
ديال الشغل، وغادي تدفع الوراق ديالك بطبيعة الحال، الباسبور ديالك، المسائل ديالك، وتسنى يعطوك الوراق ديالك بطبيعة الحال، يعطوك بيرمي سيجورنو ديال 3 شهور. إذا بنادم جاب كونترا أخرى في ديك 3 شهور، جاب كونترا أخرى، راه غادي يعاودو يجدو معاك، ما تلقاتش مشاكل، وما غادي تهود لا المغرب لا والو. وماشي بالضرورة، راه تنعاود تنكررها هاد المسألة، هاد المعلومات هادو راه مهمين بزاف، ماشي بالضرورة غير من يعني من نفس المشغل، ممكن كذلك لأن سوت، ممكن كذلك من مشغل آخر، يعني ديفيرسو على المشغل الأول. تنتمنى أنكم من أعماق قلبي باش تشاركوا في القناة الثانية أخبار الهجرة والمهاجر. تنتمنى أنكم تدعمونا فضلا لا أمرا، باش كما قلت لكم تعطونا ذاك الحافز لا يخلينا باش نكون بحث دائما على الجديد، ونجيب لكم دائما الجديد بطبيعة الحال. ما تبخلوش علينا بالاشتراكات وبنشر الفيديو، وإلى حلقة أخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.